النائب السيد النائب أحمد مدين. تفضل يا أحمد. تفضل. شكرا يا ريس. هو البيان عاجل اثنين في واحد بعد إذن سيادتك بخصوص الكنائس في محافظة المنوفية. تفضل. صدر القرار برئيس الوزراء 199 لسنة 2017 بشأن تقنين الأوضاع الكنائس في محافظة في الجمهورية. سيادتك عندنا 42 كنيسة في محافظة المنوفية لما تم تقنين الأوضاع بتاعتهم، وخاصة في بركة الشبين عدد 5 كنيسة. توجهت بسؤال إلى السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الداخلية، السيد وزير الإسكان، والسيد وزير التنمية المحلية بشأن الإجراءات التي اتخذت في ذلك الشأن، وإلى الآن لم يصل الآن حتى الرد. برجاء ده بالنسبة للبيان الأولاني. البيان الثاني يا فندم خاصة بكنيسة مار جرجس في مدينة منوف محافظة المنوفية. تضم هذه الكنيسة مدرسة ابتدائي مكونة من 5 فصول من زمان. المدرسة دي يا فندم الوحيدة على مستوى الجمهورية بتاخد أجازة يوم الجمعة بس، بالإضافة إن إجراءات الصلاة بتؤجل لحين انتهاء طابور الصباح، لو في جنازة تؤجل لحين الانتهاء العام الدراسي، لحين الانتهاء اليوم الدراسي. تواصلت مع مسؤولي كنيسة مار جرجس في مدينة منوف، وعرضوا عرض على انهم يتم بناء 5 فصول او دور كامل التشطيب على اي مدرسة او مدرسة جديدة في منوف يتم انشاءها. وبناء عليه يا فندم أناشد السيد وزير التربية والتعليم والسيد اللواء يسري رئيس هيئة الأبنية التعليمية بما جاء من طلب المسؤولين. شكرا.